في قدر الباكستاني مدينة منورة كيك، مشهور فيها تشاولوكي الرز المديني. ونشوف عندي فخذة النعيمي أضيفها في قدر، خيل أخضر جوزة الطيب ومستكة روح الرز المديني، أغطي عليه لين تستوي الفخذة 90%. وعلى ما يستوي معنا اللحم نبدأ بسحر الصوص. هنا طماط مهروس ناعم، تقدرون تضيفون معجون الطماط كمان، زعفران، موية الكادي وملح، خلنجان، قرفة، قرنفل، وبهارات مشكلة للحم تقدرون تستغنون عنها. أنا راح أضيف قرن مسالة. عند الفخذة استوت بنفس الصوص أضيفها عشان تمسك نكهة الصوص. يا جماعة القدر ما يكفي، تقدرون تقطعون اللحم أنتوا قطع أصغر وتقدرون تسوون هالمرحلة بالفرن، لكن أدخان إلا أسوي فخذة كاملة. بعطي اللحم طشة السمن البري، تقدرون تعطون الرز كمان. بنفس شوربة اللحم أطبخ رز رطبة وأوريكم. نضيف الرز على الصوص. هاي ايش رايكم يا جماعه؟ ما شاء الله تبارك الله، ابدعنا ولا ما ابدعنا؟ اذا في اختلاف انتوا اذكروا لي اياه.